الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس فيس 5 من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم زواروث، نقطة ثم زواروث، عنوان الوحي اقرأ، وهذا هو الوحي الطاهر الذي جمع في هذا المصحف الشريف. عنوانه القراءة، العنوان يسمى قرآن تمسني، ذي القراية ذي العلم. الدليل ربي ناد لا يثم زوارو ولم زوارو ومن زو أم زوارو اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقيل لا يثم زوارو. المعنى يسن فهم أكن من لا ذي الأمة القراية للعلم، ذي الأمة إقلاقة صغر إقلاقة في القيمة غيثمسني إقلاقة في القيمة إي مسناوة، يتفهم باللي الوحي باش تنفهم ذا غير قص القراية إلى قص العلم، تجي كلها رسائل نظرات. يعني يا الأمة إن سلمت في دينزل القرآن مزوارو اقرأ، إلى قص في القيمة غير القراية، إلى أتفك القيمة غير القراية باش تفهم الوحي وباش تبنو أي نظن الحضارة باش أتقرز ذرثيس. كل شيء بالقراءة، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. واللي يبغى الدنيا إلى قص العلم، يبغى الآخر كيف كيف، يبغى الإنسان كيف كيف إلى قص العلم. فهذه مسألة مهمة. ولكن من قيمت دي سورة العلق ذي نظرة يقيثم زوروث، أن في سورة العلق أشحال الآية في قلانديكس 19 آية لا يثم زوروث اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا يثم جاروث في 19 كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه السورة بدأت بالقراءة وانتهت بالسجود، ثفذا سلقراية غر ثفوك السجود، هذا لا يثنقل في 19 كلا لا تطعه واسجد واقترب. وذا غفناد مسيمي يكثر من السجود من الطاعة من الصلاة يقترب، يعني هذه سعو الشان ربي سبحانه، هذه سعو القيمة وهذه سعو أزال، مثابته ترتقي، شأنه يعلو. لذلك تجي نظرة من النظرات في هذه السورة، سورة العلق، تفذا اقرأ باسم ربك وثفوك كلا لا تطعه واسجد واقترب. الرسالة وصلت. الركعة نكوني الركعة تظلث تتكون من ركعات، الركعة تبدأ بالقراءة وتنتهي بالسجود كيف كيف. الركعة مالك الظل، الركعة يوسف من الركعة أتفدوس القراءة، ماردين الله كبار شيخ بدغر القرآن سورة الفاتحة وصورة أو جزء من الصورة. من بعد من ما تفك الركعة، تسع القراءات، تسع الركوع، تسع الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وتنتهي بالسجود. لذلك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك السجود وحده لم يدرك الركعة، ما يسديون يفد الإمام ذي السجدة، خلاص هذه سجدين سوى، لكن يسعى الأجر ولكن يسعى ركعة كاملة إلى قد يلحق الركوع. إذن أين قلان ذي سورة العلق يلا ذي الركعة الواحدة بدايتها أولها قراءة وآخرها سجود، هكذا النظرة واضحة. النظرة في السناث القراءة مفصولة عن الإيمان تضر، والقراءة متصلة بالإيمان تنفع. ربي ناد اقرأ باسم رب، أكدنا الآية معنى القراءة أو العلم
إذا اتصل بالله عمر، وإذا انفصل عن الله دمر. العلم إذا اتصل بالإيمان عمار، إذا انفصل عن الإيمان دمار. اقرأ باسم ربك. المعنى بوال القراية مثشود غير ربي لله يوذ من ربي، أتنفع فافيس وتنفع وياض ياك، تنفع الأمة تنفع تخلقيت ياك. إما تبعد غفا ربي سبحانه الزمرة تهود أتسلو غتضور. تبغى من الأدية تنفك الأدلة زر ما يتمثل في هذا الزمان، خاصة دي زمان قلنا عندما العالم يشهد ألوانا من الثورات، ثورة بيولوجية دي لا بيولوجي، ثورة طبية دي لا ميدسين، ثورة في علم الفلك فلكية، ثورة معلوماتية في عالم الاتصال والمعلومات، ثورة في عالم المال والأعمال، يجري من الشركات إلى آخره، ثورات طبعاً. حركة كبيرة. ذاك ثورة جماعة الخير، ولدي خدم لي روبيريث مسني القراية، ذا الدين، ذا الإيمان، ذا الفوا، ذا ربي سبحانه. هذا يغال العلم مني الحكام الكفري ينفع 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 ينفع. إما الكسيث هذه بعد هذه هد. أو نفتر أن إكزومبل. أسمي خدمنا اسمي دولي ميد خدمنا الكلوناجي دولي تيخسي تيخسي خدمنا 277 تونتاتيف ميتون 77 محاولة باش نخدمنا الكلوناج. كلوناج ملمي اسمي اكتشف الله ديان اسمي اكتشف الحامض النووي ذين لها من بعد خدمت تجربه ياكي انتخسي دولي خدمنا سي كلوناج فقد شغل فوتوكوبي من بعد ولكن تو القرايه العلم متطور في شمثل ديوث الشهية أسنتقار إلى قن خدم ثورة الكلوناج إلى عفاف إلى عفاف زرد ميثلاسي ديوث الخلية أما سك فوس أما سك شبوب أما سك شرن داثلة أتي الدمان ألا أنت بيان سور تصل عملية تاري خدم علمية طبية أدخذ من فوتوكوبيا من الأمل عفاف كيف كيف تنجح ذي تيخسي يسقر ثلاث نجرب ذي بنادم يكون مصيح ريك ووال خدمني الملتقى ذي لندر ينتقد يون إناس إلى قثورة نخدم الكلوناج صفا ذي للابو أنا نخدم الكلوناج إلى عفاف ثقيل بسفان فلس ولكن أمر خدمن أمر خدمن سؤال محير وليس فاذين سلكلوناج سمحتي بين قوسين من كل يوم دي ونسيني ما يسعى يليس نغميس ذا الراويس اثني واليس داثس اذا سلتو مي فغدر غور سوا سوا سيني فغدر غورين يا خاكا إيماجين أكي داوين بلا زواج بلا والو وحدي كان شيني اد سفغن الخالية ياكي اد سفغن لا ديان اد سفغن هاد السفر ينمشيش كوماسين اسقارن انوي قلق يسعى الحق باش يستخدم الكلوناج انتقن ذي ثميلي لي ثاقي ثم قران ينتقد يوني ناس نخدم الكلوناج السين صناف الاغنياء والنبغاء وكذي ماركانتيين وكذا يستهلن سعون فوتوكوبا من اثنين دي خدم 10 15 من ساعة خطرت الأغنياء سعن الشركات سعن الأموال سعن أكذ النبغاء لأن سوني سعن بري نوبل ويني وين بري نوبل على المستوى الدولي في أي علم وقيس على الحق
صافي ما ذوي الفقراء هذا تريف ذا الفقراء خاطئ حقرن تنمي مثال سقرن فقير بزاف عليه دي جايوث انتو ذرف بزاف يعيش حياة واحدة بزاف عليه وذا الفقراء الفقراء أو كذو قاذ يعني اللي ما عندوش يعني قوة علمية أنا قوة عبقرية أنا كذا فما مشي ذا التمييز من بعد شمد فونتمي القوانين قوانين أصحاب السياسة تمسلاين أصحاب الأخلاق تمسلاين الفلاسفة تمسلاين القانونيون تمسلاين إلى آخر الموضوع عقب كذا كسماضي سوري كفارة كفارة الساعية دي يقول من بعد جماعة الخير كمل لي تونتاتيف من بعد فرند تشوهات يعني لا تصور راسي قال الانترنت تسوال لا عجب وقال يخدم المحاولات الاستنساخ اما ذي الحيوان اما ذي الانسان تسوال لا عجب وزما تسوالني سبحان الله العظيم وبحمده صافي هذا العلم المتطور ذي المجالاقي يحوج لونكادرومون يحوج الشرعيه القران باش ثياوي قال الهان مولاش ذا هدو النظره الثالثه النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا مذعورا فزعا إنس لقد خشيت على نفسي زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي عادي هو بشر نكون إذا أنا أحفظ في النبي صلى الله عليه وسلم يون ميلة يقواذ يون ميتو حشيون أذي خثيرا داري روح يفضي إلى شخص يؤنسه يذكره بالله يرشده يوجهه ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا يروح السيدة خديجة ثم طوثيس أم المؤمنين خديجة بنت خويلد يحكي استمى شهوت أماكن كنت النير ثورة نروح النظرة الرابعة مباشرة اللي هي موقف السيدة خديجة موقف خطر سمحيني غون السيدة خديجة والسينارة الوحي السينارة ولكن ذي المؤمنة الصالحة اختارت ربي أتعشى كذن فيه وشبيع صلى الله عليه وسلم من أول خطوة في الوحي إنزل ذي القرآن أنت في تمزور تسلم لي يثقين من تسلمك تمزور أشو استنى زمرتني خاطيني روح سيم دوكالي روح البوبك الصديق روح سير جازن روح ولكن تفكي سنة ومد خمسين مسلين سنزل ذا القرآن واليقين بعد نشوف ذا عبرة نظن نظرة أخرى ثنيا سكلا والله لا يخزيك الله أبدا ذي المحالك جربيري فرذان راك ضيع خمسة الأمور سدفذر ثم زواروث ثنيا إنك لا تصل الرحم أوين فكان زالي ذمنيس أربوثي تسجى درس لنا النبي صلى الله عليه وسلم ناد لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم ويناد في حديث آخر الرحم معلقة بالعرش إلى آخره تصل أحاديث ليس الواصل بالمكافئ أحاديث أحاديث يغدي في جنن ذا شو سوى صلة الرحم ماشي كان دي العواشر نغذي العيوذات نغذي الفرح نغذي القرح أوها ربي ذم كل وقت إلى قصن في كزال باسكو ربي يفكاي سازال ونبي صلى الله عليه وسلم يفكاي سازال هات السيده خديجه ثنيس ربك تجري الفردان اشي مي اي غر انك لا تصل الرحم تمزور في السنايات في السناف ثنيس وتحمل الكل ضعيف الانسان ضعيف اما السعد بوين يرث الضعفاء الضعفاء ذم كل شيء اما من ناحيه الجسديه يضعف في الزمر فيس اما من ناحيه الماديه أمام جميع النواحي من ناحية النفسية ضعيف سي بور سا ضعيف وإلا قرا غاتنهود غاتنظور سي بور سا تسوالي ما كيدونيث وين يقوى نقوى وين يضعف مسكين يتوحقر وتقري الضيف الناوم ذيك التنيا عندنا مثلا داغ الضيف يعني يون ميلا يرفض ينفقاون ينفقي زيك مقومين مثل جدي ثنا غاتصفض ساعة تا خمس ينفقاون خا كيسقار خمسين في جاون أذفنون طبعا زيك ماشي الباطي ما تيفنون أذجند أذفنون ثخام فيهين وحذس اسمي استخمسين في جاون تجورين في جي يسعى غزال ذي الشرعي في النغ ذي الجدي في النغ يسعى والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يقري الضيف وتعين على وائب الحق
في لوفا الازمات الدنيه الكريز البروبليم مشاكل الى اخره. ثنا يسف كيس كل اوصاف هاكي السيده خديجه بنت خويلد سمكتاتي خدمه يسف فوذ في كاس فوذ فورتيفيت في كاس القوه ثاني سور تسكواف شيني خدمنا كل شغل هاكي ذي المحال كيجي ربي سبحانه. هنا ادس النظره الخامسه مكارم الاخلاق وحسن الخصال سبب للسلامه من الوان الشرور والمكائد. ذا شو المعنى؟ من حسنت اخلاقه حسنت عاقبته. كونكليزيون اوين السعن الاخلاق امثي كذا كين في صلاه يا سلامه ان شاء الله هذه لي ذي عيش سالم غانم سلامه شوي فغا بالسلامه سسرى زي كي مغار مقارن غصر بثمديث ماشي مقصود تمديث لا جورني تمديث لا عمر مريم في بنادم معناه المعنى حسن الختام ستورنا ربي سبحانه ثم ديث نسن ثيرا نسن اتسيلي تسين اسفراحا ماشي تسين اسحزانا صافي النتيجه غادي نجبد سكوين ينغرى من حسنت اخلاقه حسنت عاقبته. مكارم الاخلاق سبب للسلامه يعني ذي المحل العبدي فعنا فريض ربي اسعات رفقا علين يلهان جامع في جربي سبحانه اسيك ربي ان شاء الله الحال الخاتمه يلهان اصفرح. في سته طريق الدعوه محفوفه بالمكاره يمسينا ورقه بالنوفل النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ينسلك ذي عشاق ما كذا ما كسف القومي كذي لغيذي كعيونا انصرك الى اخره نصر مؤزره المعنى يس اوين الذعن اذريذن الحق اذيف اهورا أذيف إسنانا. طريق الدعوة إلى الله محفوفة بالمكاره. زر كم مدينة ربي ذي سورة القرآن الكريم مدينة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني مذبع ظفري من الحق إلى قاك الصبر. في كل باش الدين تيزت كان الشهادة غادفك الشهادة أنت ما تخلص الغليف. تصوض لي بروبليم. مادام طريق الدعوة محفوف اقتضت حكمة الله عز وجل باش اللي سعدي ثلاث سنوات دعوة سرية يا اخي زرم دعوة سرية وريه ذرا مباشرة انا وكيك الشمن الاسلام ذا مزوارو انوا خديجة بنت خويلد ام المؤمنين يقدر ربي تمطوط تمزور تشم الاسلام طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ام بعد ويسين ابو بكر الصديق رضي الله عنه قرقازن القراش اول من اسلم من الصبيان علي بن ابي طالب رضي الله عنه من بعد ويس خمسه زيد بن حارثه من بعد ابو بكر الصديق يعني يروح ذا يود خمسه وكلهم بالجنه خمسه هيك دعوه من توسم فيه خيرا دعاه ماشي ذي قيمك جهرا هذه رفضة هذه هدر قذرة راسين السوال هي وتشمل الإسلام فكين بعد ستاويل ستاويل ستدير الحسن منهاج لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا نبي مرسل ولكن يسعى اون ميثود دو ترافاي ستاويل يوث يوث وين يوالى ذيك الخير اس يهضر هذيك شمل الاسلام ابو بكر الصديق يشوهد قبل السيده خديجه بنت خويلد من بعد علي بن ابي طالب يا كيون زيد بن ثابت زيد بن حارثه من بعد ابو بكر الصديق يروح يويد خمسه النظام يهضر راس الدعوه شويه شويه ربي هذا ثنيت سيسن عثمان بن عفان خمسه يود جام زوالو عثمان بن عفان ويسين الزبير بن العوام ابو بكر الصديق السبه مثل يهضر ربي يهضر في الاسلام ايناس ينزلد الوحي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وكذا الى اخره بيغض الاسلام يشوف وثلاثه عبد الرحمن بن عوف ياكذ الاقطاب الله يبارك ويس خمسه سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص ويس اربعه ويس خمسه طلحه بن عبيد الله من بعد شمدويه طيب كل يوم نمشي خلد ربي سبحانه عز وجل ويرود الاحاديث بزاف ويفكد ذريميس ويفكد الروحيس ويفكد خميس وكل شيء يفكى وكذا ذي قداشنا في الاسلام. الدعوه السريه الان في الخاتمه مقاصد الدعوه السريه
يزمر ربي سبحانه وتعالى ينزل القرآن سيني يصدع بما تؤمر وأنذر عشيرتك الأقربين. ولكن آياتك ينزل دم بعد دم بعد دم بعد لانت كرا النظرات نظرة مزواروث الدعوة السرية مقاصد الدعوة السرية نظرة مزواروث عدم تهييج مكة من أول يوم وريفغارا غادي يخدم فتح جبهات ياكل لي فرونس اللي فتح كيو نواس ينزل القران سينياو ايوا تسلم يا قريض النبي قريض الرسول ربي دي قراك دي قراك نيثني ياكل المشركين ديال الكفار وكذا كارثه يروح كان ستاوي صافي وكي مقصد باش يولي يخدم راه الحرب يدسس وكاسم زوارو في سناف تكوين الانصار بناء القاعده الصلبه باش يسعوا اون باز سوليد سون باس سوليد يعني هذه فنو الصحابه يون 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 يديش من الاسلام اسني تاكل وحيد ينزل في اللاس حفظنت فهمنت الى اخره امن يس باش ازكا ثني دي تهكين يوكذا ينصر الدين الصحابه عليهم الرضوان نصروا الدين يا جماعه الخير يجعلنا ربي السبب باش يغدي الاسلام والى غدي تصور طبعا كل شيء بتقدير العزيز الحكيم في ثلاثه عدم التعجل في قطف الثمرة مشات يزون دمغي هذه شي الغلة خاطئ ذا فلاح تيزرع وتيخرز وذي يرجو من بعد شحال شهور باش دمغي سي القدرة ربي وذي مير وذي السروث وإلى آخره ماشي باطل إلا قاس العثاف يروي تحرارة ستاويل ستاويل عدم التعجل في قطف الثمرة وثيس أربعة التدرب على الدعوة الفردية الدعوة الفردية كذا مهمة أتحفظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة غير مزورة مقل كان أبو بكر الصديق يحفظ الدرس يروح يبيض خمسة كلهم مبشرون بالجنة منهم عثمان فأنا ما قلت لك سعد بن وقاص إلى آخره الدعوة الفردية كي تجي ذاك سون ميثود في الدعوة الإسلامية سيتادير لكن ثوركم كل ثانية خمسة ياكل مع استثمار اللقاءات في مليث نغن سميلي اما ذي المغريوين اما ذي الجنازات فرسك الجنازات تصفض الجنازات لم يتعدين في كوالا بيبريكان يموت في جنديهن كل يوم نمجو أربعة خمسة ويتم سليف الفوتبول وفي الدوفيز وفي يفور وكل يوم ندا ولا شيء يكون ميوها ربي هذه شوية طريقة النظام ثقيم ذاك ذي ونظر شوية في الدين وقيل مرحوم كيف تسيافو ربي ان شاء الله غير سوض ربي نمثلك الموت السعيده وكذا وكذا بالك عبد الملك زلاره يونس يحكي هذا الشيخ عبد الله يكسوح الله يذكره بالخير الى يخدم الدرس للجنازه يسديونا كرمكم يسكر يسكر سرح يعني من بعد يشم انت وكذا اسقر نفعذ فعد نسي السوله سيدي صرواح الى كتمسلي قلبي غادي تسرو وين مخلوقنا يسرو الى كني غاس يسوى مخلوق هاكي ولكن تشمع فنين الايمان وتخسيرها معناتها كوني ماشي ذا كونداني ذا كونداني كان يسهل يسهل انت ولي والا يزرع الحمله من الاسلام تقولاون خاطر يكوي مذانا نسعى الخير تقولاون نسعى الخير تقولاون والله ما زريض امشي في الخاتمه بمذان الزرع ينبت تزرع خدمه مفلاح الفلاح ماشي انت دي السمغين يزرع دايا يزرع يكرز ضرب بيدي السمغين لذلك الدعوة الفردية تستثمر فيها تستثمر في المناسبات في اللقاءات في الجنائز في المواصلات في كل مكان هذا درس أخيرا نتوقف هنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى الدعوة أو الجهر بالدعوة من خلال قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشعراء الآية 214 يسد الإنذار يعني الأمر من ربي سبحانه عز وجل إن يسترى وأنذر عشيرتك الأقربين ذي نشم ذي مرحلة نظن اسم مرحلة الجهر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.